لما عرضنا على حضراتكم الفيديو بتاع أمال ماهر فهمت منه إيه؟ فهمت منه إنه أمال ماهر الحمد لله كويسة وزي الفل، وإنها كانت بتمر بأزمة الكورونا بس، ولا فهمت إن كان في حد وراء الهاشتاج؟ فنانة كبيرة نجمة معروفة عيانة، تعبت رقدت خدت الدواء وخفت. طيب في الفترة دي إيه اللي حصل؟ أمال ماهر فين؟ يا ترى مين اللي ورا الهاشتاج؟ فاكرين الهاشتاج كان بيكتب عليه ايه؟ أمال ماهر مخطوفة، أمال ماهر بتتعذب، أين أمال ماهر؟ لماذا تسكت الدولة عن اختفاء أمال ماهر؟ ابحثوا عن أمال ماهر، لماذا لا يتحدث الإعلام عن أمال ماهر؟ أمال ماهر هي اللي ردت وقالت إنها بخير وزي الفل، وإنها تخطت المرض وإنها بتتعافى دلوقتي تعافيها النهائي. الإخوان أقذر وأحط جماعة بشرية هتشوفها. الإخوان هيفضلوا طول الوقت بيلعبوا معانا لعبة مختلفة. اللعبة اللي ما بقوش عارفين يلعبوها هي لعبة القتل وسفك الدم والتفجير وما إلى ذلك. لكن اللعبة الجديدة اللي قاعدين بيلعبوها قدر الإمكان حتى هذه اللحظة هي اللعبة على عقلك، عاوز ياخد عقلك أسير. فشلوا ان هم يأسروا البلد لصالحهم، لكن عاوز ياخد عقلك انت وياخد تفكيرك انت. عشان كده المعركة ما خلصتش، المعركة معركة وعي وأفكار، أفكار تفهمك كويس مين هم الإخوان.